يأتي معرض القاهرة في دورته الحالية متحدياً الصعاب التي تواجه العالم، وإنني لسعيدة بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم بزيادة 153 ناشراً عن الدورة الماضية وبانضمام 70 دولة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض نصنع المعرفة ونصون الكلمة. ويتناول معرض هذا العام قضايا وطنية وثقافية وإبداعية محلية وعالمية. كل عام لدينا حرص كبير على أن يكون هناك الكثير من الجديد هذا العام. أولاً مشاركة النرويج، مملكة النرويج ضيف شرف، هو اختيار استثنائي، اختيار لتلاقي الشرق مع الغرب، لقاء الثقافة، حوار الحضارات، أيضاً أن يكون هناك مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية من أجل أن نضع فكرة صناعة المعرفة كيف يمكننا أن نستقبل بها العالم الرقمي الجديد. So the Norwegian books and the Norwegian authors that will be presented at the book fair. الكتب النرويجية والكتاب النرويجيون سوف يكونوا حاضرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام. سوف نقيم ندوات يوميا خلال أيام المعرض لتبادل الحوار مع الكتاب والعلماء والباحثين النرويجيين والمصريين. لذا هي فرصة جيدة جدا لتعريف الجمهور المصري والعربي بالثقافة النرويجية. أيضاً سوف نقيم عدداً من الفعاليات في مكتبة الإسكندرية، كذلك سوف نقيم فعاليات مباشرة بالتعاون مع مكتبة ديوان، فهناك عدد كبير من الكتب النرويجية تم ترجمتها للغة العربية.